يعطيكم ألف عافية أولياء الأمور. للصف الرابع رح نستكمل درس برنامج إكسل اللي هي عملية إدخال النصوص. إحنا حكينا عن الخلايا النشطة. الخلية النشطة هي اللي بقدر أكتب بداخلها أي نص بدي إياه. مثلا أخطأت، بدي أعدل هذا النص، بس بحذف النص وبرجع بكتب نص آخر تعديل لإله. طب أنا بدي أنتقل للخلايا المجاور، إما عن طريق الفأرة بنتقل للخلية، أو عن طريق الأسهم أسفل وأعلى ويمين ويسار، للأسفل للأعلى ويمين ويسار. في عندي أمر Enter، Enter بينزل للأسفل، وفي أمر زر Tab هيو على الكيبورد من جهة اليسار، هذا Tab بينتقل للخلية النشطة، بنقلها إلى الخلايا المجاورة التالية يعني. تمام، أسهم، فأرة، إنتر وتاب. تاب ينقل للخلايا المجاورة. ضروري نعرف كل أمر أو كل زر من هدول الأزرار شو بيعمل. بداخل الخلية النشطة بكتب، يعني أنا ما بقدر أكتب بداخل أي خلية إلا إذا صارت نشطة. بس تصير نشطة أنا بكتب بداخلها مباشرة أي نص بدي إياه. تمام، هلا أنا هذا البرنامج خلصت شغلي عليه، بدي أعمل له حفظ. كيف بعمل حفظ؟ باجي على قائمة زر أوفيس. هون زر أوفيس في عندي مجموعة من الأوامر New, Open, Save, Save As. نفس الأوامر اللي أخذناها في برنامج الوورد ما بتختلف. في عنا Save و Save As. Save As للحفظ زي ما حكينا لأول مرة، بنحفظ Save As، بحفظها في اسم وبمكان. هاي بحدد المكان مثلا على الديسكتوب، بكتب اسمها هون أي اسم بدي إياه، وباجي بكتب Save. أول ما أكتب سيف أنا أتغير اسم المشروع عندي، هون صار اسمه بوك تو. أعيد زر أوفيس سيف أز، وبحدد اسم المكان اللي بدي أخزن فيه، مكان من هون، واسم الوحدة من هون، اسم البرنامج أو صفحتي من هون، وبكتب سيف. طيب خلصت مشروعي بدي أطلع من الصفحة. في عندي طريقتين، إما من الإكس الحمراء بكتب X، أو من برضو زر Office Close وبيغلق لي الصفحة، وهون بغلق على X الحمراء بيغلق صفحة نهائيا. وهيك بكون أنهينا الوحدة إن شاء الله، وبتمنى نطبق كل الحكي اللي حكيناه على جهازنا الخاص، واللي بيطبق يصور لي فيديو يبعث لي إياه على الواتساب، ويعطيكم ألف عافية.